عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. درنا لا فيديو هذه باش نحكيو لكم مع خونا دريس. دريس علوي اللي يبلغ من العمر 34 سنه، مريض. درنا لا فيديو هذه باش نحكيو لكم على الحاله الخطيره اللي يعاني منها، مرض خطير على مستوى العمود الفقري. درنا لا فيديو هذه تانا باش نطلبوا منكم تعاونونا بشي اللي تقدروا عليه، 1000 فرنك ولا 10000 ولا مهما صام تقدر تعاونونا بها ان شاء الله باش تمخضع هو الزوز عمليات جراحيه. العمليه الجراحيه الاولى كانت بنسبه نجاح صغير، شغل لمده عام ونص يقدر يمشي. العمليه الثانيه حبس كاريما، الاطباء قالوا له باللي لازم تخضع العمليه الجراحيه ان شاء الله في الالمان، وباي يروح للالمان الحاله الاجتماعيه تاعو ما تسمحلوش. واش راح نقول لكم خاوتي، احنا يا اخوه كما قلنا ربي وتعاون على البر والتقوى وتعاون الاثم والعدوان. ان شاء الله يا ربي مهما واحد يشوف الفيديو هذه راح يعاوننا يوقف معنا، وان شاء الله يا ربي تزال في الميزان. الله كيما وقفنا مع خونا عدلان وصلوا له الاعانات، ان شاء الله دريس وتعم هذه على مستوى الجزائر كامله، ونبينوا لهم بلي شعب واقف، ولاد بلادنا ديما واقفين. اروح معنا كامله. ها هو خونا دريس، الوالده تاعو، الاب، جارو. والله اخونا دريس احكي لهم على الحاله تاعك، كيفاه كنت، كيفاه وليتي، كيفاه وصلت. مساء الخير عليكم. انا كنت لاباس عليا، انا علوي ادريس اللي صبت بالمرض هذايا. نطلب من ربي ان شاء الله المرض هذا ما بيصيب حتى واحد جزائري، لانه مرض واعر بزاف. كنت لاباس عليا، كنت نخدم، نجري، نمشي، نعاون بشي اللي نقدر عليه، سما ولا غالب سما. اما رب العالمين ما جاتنيش ضربه تاع يعني من عند انسان تابع الواحد يقعد في الدار وتغيظ، وجاتني ضربه تاع رب العالمين الحمد لله قانع بها بالشي اللي اعطاني ربي الحمد لله. عندي قوه ربي اللي عطاها لي، كنت نخدم لاباس عليا، نجري، ما عندي حتى مشكل. المرض هذايا صابني في 2012، صابني المرض هذايا. كنت نورمال نخدم، بداو رجليا يحبسوا تحت في الخدمه. كي طحت في الخدمه داروا لي لاكسيدون ترافاي تاعي، يدفعتها في لاسيرونس. لاسيرونس ما قبلوليش في عنابه لحوالي في المالادي، وبقاو يجريو فيا. والمرض تاعي راني بقيت من طبه لطبه، ويشير ما شخصوليش المرض تاعي. راك تشوفوا في الدواوات، نصرف الدواء بغير معنى. دواوات غاليه، كاينه اللي تعمل 500000، كاينه اللي تعمل بمليون، كاينه اللي تعمل. الناس عاونوني بالدواوات، كتر خير الناس الجزائريين الحمد لله. وبقيت من طبيب لطبيب وما شخصوليش المرض تاعي. درت سكانير ما بان لي والو، درت لي ليكودوبلير بان شويه ضعف في رجليا، ومن بعد درت لي رام. ما عرفوش الطب اللي كنت نروح عندهم في مدينه قالما، مدينه عنابه. نطلب من ربي الطب اللي عنده، اللي يروح عند الانسان يشخصوا له مرضه ما يشوفوهش دراهم، لان الانسان راهو نعمه من عند رب العالمين، وراهو ربي اللي يقدر يحفظه، ويقدر ربي اللي يمنعه. انا انسان درت لي الام تاعي ما قدرولوش، عرفوا له في سبيطار تاع المينيتار في قسنطينه. كثر خير كيفاه درت الاوبيراسيون ولا كثر خير الطبيب اللي دار لي الاوبيراسيون ساحلي هذا، يعاود لي العمليه. هو اللي عرف لي الام بلي عندي ضربه في النخاع الشوكي، ضربه كبيره، لانه دار لي ورم حميد حكم لي في النخاع الشوكي. هو اللي دار لي العجز في رجليا، دار لي العمليه. دير ما تقدرش تمشي خلاص. ما نقدرش نمشي، حبسوا رجليا. درت العمليه الاولى في 11 مارس 2003، درت العمليه الاولى ومشيت عام ونص الحمد لله. تحركوا رجليا ومشيت باذن رب العالمين، درت الريديكاسيون ومشيت. بصح العمليه الثانيه لو 20 اكتوبر 2014 عاودت العمليه الثانيه، هي اللي خلاتني عززت حبس رجليا. بصح الحمد لله من عند رب العالمين. بصح الطب كيشخصوا لي المرض تاعي قالوا لي يا علوي انت تقدر تعاود عمليه ثالثه، بصح تخضعها في الخارج في المانيا، عندهم امكانيات الكافيه اللي تخليك به العجز هذا ينحيهولك، ينحيهولك هذاك الورم الحامي اللي في النخاع. نجحت العمليه دي في المانيا؟ قالوا لي ناجحه بربي ان شاء الله. نجح تحت تسمى قادم. قالوا باللي نقدروا احنا في الالمان، عيطوا بعثوا لهم وقالوا لهم باللي العمليه هذما درناهم وناجحين. بصح انا نطلب من ولاد بلادي ان شاء الله يعاونوني بشي اللي يقدروا عليه، لانها عمليه شويه تكلف دراهم بزاف، وانا ما قدرتش بها نعاون روحي الا غير الشيء اللي قدرت عليه.
ارى رب العالمين اللي قاعد يشوف فيا. كون قدرت كما نقولوا راني اليوم مشيت قبل الغدوه، بصح على بالي باللي ولاد بلادي قادرين باه يكونوا في هذا المرض تاعي، هم اللي قادرين يوقفوا عليه. ونشكر من اي واحد يعاونني باي حاجه يكسبها يعاوني بها، لانه غدوه يلقاها عند رب العالمين. ونتمنى ان نرتاح ونزيد نعاون الناس كل كيما عاونوا عدنان في 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 البليده. نطلب له شفاء العاجل من عندي انايا، ونطلب الرب يزيد يشفيني ويشفي المؤمنين اجمعين. وهذه هي حكايتي يا ولاد بلادي، ان شاء الله تعاونوني بشي اللي تقدروا عليه. هذا اخونا الدرياس او يوجه لكم نداء، ولاد بلادي ربي يحفظكم كل واحد يعاوننا. في الاخر نخليو لكم كونسي سي بي تاع ونيميرو تليفون، يتصل بخونا ادريس ومهما صام راح يعاون بها ان شاء الله. اخويا في الميزان ربي يحفظكم ربي يجازيكم، نقدم لكم الوالده تاعها وتحكي لكم. ما تبكيش يا يما، ان شاء الله يا ربي فيها خير وان شاء الله. بسم الله يا ربي. انا راح نقدم ندائي للشعب الجزائري كامل والناس القلوب الرحيمه اللي في الخارج وهنايا، والناس كل اللي يشوفوا ولدي يعاونونا بالشي اللي يقدروا عليه. رانا هنا ما قدرناش على الشفاء تاعو، ما قدرنالوش مادام دار زوج عمليات لهنا في الجزائر. العمليه الاولى كي دارها وقف شويه على رجليه ومشى، بعد ما كانش عام ونص زاد رجع لوداء الورم من الحميد اللي في النخاع الشوكي، زاد عاود ليا رام ولقى المرض زاد رجع له، زاد عاود عمليه ثانيه هي اللي مش ناجحه. انايا نشوف فيها مش ناجحه، خطرك في الساعه بعد كيما دار العمليه هذه رجله تاع اليسرى حبست، ما قدرش يمشي بها. هو في السبيطار وما يمشيش، عنده رجله تاع اليمنى برك اللي مشى بها ويمشي بالعصي، وقلت الحمد لله الحمد لله. المهم يمشي حتى برجل وحدة، متقبلين هذا مرض ربي نتقبلوه بالسيف علينا، مرض ربي ربي اللي حط له الضرر نتحملوه. بصح الوقت اليوم اللي حبسوا رجليه في زوز ربع شهور، قريب خمس شهور هو في السبيطار، قريب خمس شهور هو في السبيطار. كي خرج من السبيطار كي خرجوه ما كملش 15 يوم حبسوا رجليه في زوز، رجليه في زوز حبسوا عاد ما يقدرش يمشي خلاص برجليه. وانا قاعده نشوف ما قدرنا نديروا له حتى شيء هنا في الجزائر، رانا ما قدرنا يا شعب الجزائر يا الشعب اللي تشوفوا فينا، راني ما قدرت ندير له حتى شيء هنا في الجزائر. الشيء اللي علينا درنا له زوز عمليات لهنا، الطبيب تاعو قال له العمليه الثالثه راك ما تديرهاش هنا، ديرها في الخارج بالضبط في المانيا، هما اللي عندهم امكانيات باه يوصلوا للورم الحميد هذا اللي في النخاع الشوكي، راهو مش ساهل هنا في الجزائر. عندنا طب مش ما عندناش، بصح باه يوصلوا لهذا المرض ما قدروش. عندنا طب الله يبارك عليهم بصح ما قدروش يوصلوا له، عاونونا باه نديوه للخارج، عاونونا برك عاونونا بالشي اللي تقدروا عليه يا شعب الجزائر. راني نعرفوكم حنين، نعرفو شعب الجزائر حنين، عاونونا بالشي اللي تقدروا عليه، بشي اللي تقدروا عليه نخرجوا ولدي، قادر نخرجوا الامل تاعنا في الخارج برك، الامل تاعنا نزيد نخرج ولدي للخارج. واللي مدايرها ربي يديرها، لا جاب له ربي الشفاء الحمد لله، نستحمد ربي ولا عاد مكتبه من عند ربي، نستحمد ربي نستحمد ربي ان شاء الله ان شاء الله. انا واش نطلب؟ نطلب من الجزائريين يعاونوا ولدي وشكرا. هذا ما نطلب يا ربي يوصل النداء هذا للجزائريين. ونشكركم. انا كأم نتفرج نشوف في ولدي اللي كان كي الصيد، ولدي كان كيما الصيد يطلع ويهبط، الناس كل تعرفوا يا الناس، قال ما كنت تعرفوا علوي ادريس تعرفوا كل. واليوم ارواح اللي يحب يجي اللي يحب يجي يشوف ولدي يتفضل الدار ويشوفه، زي ما رجليه حبس وعد ما يقدرش يمشي. انا كنت صبت قاعده نشوف في ولدي زي ما حابس عاد ما يمشيش، كنت صبت كيف ما نحي رجليه ومدهم له ليه. انا عقبت وقتي نحي رجليه ومدهم له ليه ونقول قليل، ما لقيت ما ندير له، ما لقيت ما ندير له. الامل تاعنا في الخارج برك ان شاء الله، نطلب من الناس تعاوننا برك، هذا واش نطلب. واجرهم كل اللي مد دور ولا اللي عاوننا بحاجه ان شاء الله يلقاه في الجنه ان شاء الله، شاء الله. هذا ما نطلب من الشعب. السلام عليكم. انا جار الانسان هذا، جار وصاحب وصديق من بكري، وخو ومولا دار، ثم ندخل الدار الانسان هذا خويا
يعني الانسان هذا كنت نشوفه كما نقولوا يمشي زي ويعني فرحان ماشي وجان ونورمالمون يعني يعيش حياته يعني حاجه تاع ربي سبحانه. يعني كاخ انا وكمسلم مني من الناس الكل يعني ان شاء الله برك تلبي طلبات الانسان هذا وتعاونوه ونعاونوه كل بربي ان شاء الله. وبدا بينا نفرحوا امه ونفرحوا بي ونفرحوا خالته ونفرحوا الناس الكل، وان شاء الله كيما تعاونوا الانسان هذا نزيد نعاونوا غدوه نزيد نعاودوا نبقاو نعاونوا باب ربي ان شاء الله في الجزائر على بالنا باللي كاينه رحمه.